امبارح بقى كان في طبعا تكريم خاص لبناتنا في الامارات في حفل تكريم وتوزيع جوائز الشيخه فاطمه بنت مبارك لرياضه المراه ضمن يعني اختبارات افضل رياضيه عربيه لعام 2022. حاجه حلوه جدا ان في اهتمام يعني نسائي بالرياضه وبالتفوق الرياضي، دي حاجه محترمه جدا. بالمناسبه تمت دعوه بسنت وهنا وجيانا فاروق بطله الكاراتيه، وكمان كانت معاهم هدايا ملاك نجمه التايكواندو، ومن الرياضيين البارالمبيين عفوا كان في برضو اكتر من حد، كان في فاطمه عمر وكان في رحاب رضوان، طبعا هما الاثنين ثنائي رفع الاثقال قمه الفخر ببناتنا. الحقيقه كلمه حق لازم تتقال، اللي لو قعدنا نتكلم عنهم يعني لبكره مش هنخلص ومش هنديهم حقهم، لان حقيقي هما عاملين انجازات محترمه جدا. كنا من يعني من فترات سابقه في ازمنه غابره بنتكلم على ان في كتير من الاسر اصلا رافضه فكره ان بناتهم يمارسوا الرياضه، فالحمد لله رب العالمين. اي نعم الكلام ده كان من زمان، بس للامانه قعد فتره موجود ومتاصل معانا في موروثنا الاجتماعي على الاقل في اماكن معينه في مصر. لكن دلوقتي احنا بنشوف من الصعيد كمان بطلات، من بحري، من ابلي، عندنا بطلات، يعني مش مجرد بنات بيمارسوا رياضه، لا احنا بنتكلم على بطلات متفوقات ومتفوقات عالميا كمان في بعض الاحيان، كما هو الحال في الاسماء اللي ذكرتها لحضراتكم من شويه. عندنا كمان مروه عيد كابتن نيس الفرنسي في كرة اليد، ودي بنت النادي الأهلي ودايما بتحصد جوائز الهداف وبتحصد كمان جوائز أفضل لاعبة هناك، حاجة تسعدنا جدا وتشرفنا. عندنا رحاب جمعة هي كمان طبعا ده غير المحترفات في كرة القدم. الملخص الكلام عشان ما اطولش على حضراتكم، بناتنا في الخارج بصفة خاصة رافعين راسنا بالمعنى الحرفي للكلمة. وعموما تعالوا نتابع جزء كده من حفل تكريم وتوزيع جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، ونشعر بالفخر جميعا ونرجع نكمل كلام. رحمة أحمد عبد الرزاق لاعبة رفع الأثقال من جمهورية مصر العربية. روضة السركال لاعبة الشطرنج من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهنا أيمن جودة لاعبة تنس الطاولة من جمهورية مصر العربية. والفائزة هي هنا أيمن جودة من جمهورية مصر العربية. مبروك هنا. هنا تفضلي للتتويج. أيضا نشكر سعادة ناعمة المنصوري وأمل العفيفي أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على تفضلهما بالمشاركة في تتويج الفائزات بجوائز الفئة الأولى إلى فئة أفضل امرأة رياضية عربية. المرشحات الثلاث من جمهورية مصر العربية: بسنت محمد حميدة، جيانا فاروق محمد، وهدايا ملاك. والفائزة بجائزة أفضل امرأة رياضية عربية هي جيانا فاروق محمود. امرأة رياضية عربية. حاجة عظيمة جدا طبعا اللي حضراتكم شايفينه ده، الانجازات اللي احنا بنتكلم عنها واللي بنستعرضها مع حضراتكم اكيد بطبيعة الحال ما جاتش من فراغ، جت لان في اخر كام سنة واكيد حضراتكم لامسين هذا الامر من خلال فعاليات كتير ونشاطات كتير
ويعني كتير من الامور بتؤكد على ان من كذا سنه زي ما تقولوا كده بالبلدي يعني اترام الطوبه في المايه الراكده، فالدنيا اتحركت على صعيد الرياضه وخصوصا الرياضه النسائيه بصفه خاصه، جت من خلال اهتمام الدوله متمثله في السيد رئيس الجمهوريه شخصيا واهتمامه بممارسه كل المصريين لكل اشكال الرياضه، وطبعا شفنا له هو شخصيا الكثير من اللقطات اللي كان بيدعو من خلالها بشكل توعوي حتى وان كان غير مباشر، بيدعو من خلالها كل المصريين والمصريات للاهتمام بممارسة الرياضة، جت من خلال نشاطات وزارة الشباب والرياضة الحقيقة والجولات المكوكية اللي بيقوم بيها السيد الوزير. في طفرة حصلت على صعيد كمان المراكز الرياضية المختلفة، الساحات الرياضية ليها مسميات مختلفة ولكن كلها حصل فيها طفرة في الفترة الأخيرة، جاي كمان من خلال اهتمام كتير من الأهالي بأن ولادهم يبقوا أبطال في رياضات مختلفة بما كل يعني بما في ذلك كل أشكال التضحيات اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها من الأهالي أولياء الأمور وأبطالنا بناتنا وأولادنا.